الاستاذ محمد خلاف رئيس منطقه الغربيه للشطرنج معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. صباح الخير على مصر ودايما منوره بالنصر. صباح الخير عليك يا استاذ محمد وعلى الساده جمانه. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نتعرف اكتر على الفعاليات اللي موجوده داخل هذه المسابقه، مسابقه الشطرنج للمدارس واللي بتعتبر الاولى من نوعها. دعني الاول اهني الشعب المصري، يعني شعبا ورئيسا، بمناسبه احتفالاتنا بعيد اكتوبر المصري العظيم، كما تقدم لمحافظ الغربيه الدكتور طاهر رحمي بالتهنئه بمناسبه عيد القوم محافظه الغربيه. الحمد لله وبفضل الله احنا كنا عاملين بطوله لاول مره، وده حلم يعني الحمد لله، منذ 129 عاما لم يتحقق. البطوله كانت ثلاث بطولات، بطوله المرحله الابتدائيه، وبطوله المرحله الاعداديه، وبطوله المرحله الثانويه. اتلعبت على سبع جولات بنظام سويسري، الجوله سبع دقائق وخمس دقائق الاخير لكل نقله. والحمد لله يعني كانوا حضر 343، وده عدد كبير جدا جدا من محافظات مختلفه. والحمد لله بفضل الله كان الموضوع الحمد لله يعني مبهر جدا، انك المبهر بالنتائج. الحمد لله يعني كان في يعني قياده واداره جيده جدا جدا للمنظمه للمباريات، فادينا العمل في جو تنافسي شريف، نال رضا اللاعبين ونال رضا اولياء الامور والحضور. والحمد لله الحمد لله كان عمل عظيم بشهاده الجميع يعني على الارض الغربيه امس. طيب يا فندم، بعد التحيه حضرتك، يعني بالنسبه للمراحل الدراسيه او اعمار المشاركين، هل في شروط معينه او هل في معايير اصلا للاشتراك في المسابقه؟ المعايير الوحيد انه يكون يعني ملحق بالمرحله الاعداديه او الابتدائيه او الاعداديه والثانويه، ويحضر مع افاده من المدرسه بذلك. ده فقط اللي كنا محتاجينه بس، وده بطوله حضرتك بالتعاون مع الوزاره بشكل رسمي وفعال لاول مره. طيب استاذ محمد، نسبه التميز كانت في اي مرحله عمريه من المراحل الثلاثه ومن اي محافظه كمان؟ الاسكندريه كان لها نصيب الاسد من الجوائز، كانت 18 جائزه عباره عن جوائز ماليه وميداليات. حصلت محافظه القاهره على محافظه الاسكندريه اسف على 12 ميداليه، وحصلت محافظه القاهره على ثلاث ميداليات، واتت المحافظه الغربيه في المركز التالي ميداليتين، ومحافظه الشرقيه بميداليه واحده فقط. التميز هو متوزع حضرتك على كل المراحل، لان احنا استقطبنا كل مرحلة عدد ثلاث أوائل من كل مرحلة سواء بنين أو بنات. فما نقدرش نحدد الفئة معينة، لأن كل زي ما قلت لحضرتك دول ثلاث مسابقات. فكان عندنا تميز في كل حتى الابتدائي حضرتك كان بيلعب معانا بطلات حصلوا على أفريقيا أمثال غيداء أحمد من اسكندرية، وحصلت برضه هي على الميدالية على المركز الأول. وعندنا سلمى أحمد برضه يعني في المرحلة الاعداديه حصلت ايضا برضو بطله افريقيا، حصلت معانا على الميداليه الذهبيه. كان معانا حوالي خمس ابطال افريقيا بيشاركوا معانا، اللي هم حصلوا على ميداليات الشهر الماضي في مصر يعني في شهر 9. استاذ محمد، يعني معروف انه لعبه الشطرنج من الالعاب اللي بتحتاج ذكاء شديد جدا وبتحتاج مهارات خاصه، عايز اعرف من حضرتك هل من خلال المسابقه او من خلال فعاليات المسابقه هل بشكل او باخر بيتم تاهيل اللاعبين، او حضرتك بشكل عام شايف انه حتى المشاركين في هذه المسابقه كان تاهيلهم ازاي؟ في ناس حضرتك يعني في من ضمن اللي موجودين طبعا بيمارسوا الشطرنج بشكل احترافي عن طريق يعني توفير مناخ لهم من خلال الاكاديميات اللي موجوده في مصر يعني. وفي موجود برضو شريحه برضو يعني تعتبر التلت او حاجه زي كده، كانت لاول مره بتشارك ولكن عنده الهوايه وبيمارسها بشكل فردي. فبعضهم يعني سال ازاي ممكن يقدر يكمل او يقدر يطور من نفسه، فارشدناه على كيفيه التوجه للاكاديميات او يعني المناطق او الاتحاد المصري للشطرنج بشكل، او المشاركه معنا بشكل فعال عن طريق متابعتنا على صفحه منطقه الغربيه للشطرنج. لان دايما بشكل فعال اثقال المهاره دايما بيأتي بالمشاركات الفعاله
او حضرتك بالتدريب والاثقال عن طريق المختصين المتوفرين في الاكاديميه او في الاتحاد المصري للشطرنج. يعني طلبنا منهم يتابعونا بشكل كامل على صفحتنا وان شاء الله يلاقوا ما كل ما يفيدهم ان شاء الله. يعني المسابقه بتتضمن الهواه والمحترفين عادي؟ ايوه يا فندم، هي بطوله مفتوحه حضرتك حق للجميع المشاركه فيها. طيب استاذ محمد، انا عايز اشجع الناس اكتر ان هم يشتركوا ويشجعوا اولادهم ان هم يشتركوا. هل مثلا احنا هنعمل مثلا مسابقات؟ هل هيكون في دورات لتجهيز الطلبه بقى من المراحل العمريه المختلفه؟ عشان لو عملنا هذه المسابقه، وده برضو سؤال كمان، لو عملناها بشكل دوري سنويا مثلا، فكل الاطفال وكل الشباب يشتركوا في هذه المسابقه. مظبوط كلام حضرتك، احنا بنشتغل طبقا بآلية وبخطه، والحمد لله بفضل الله دايما بنقول احنا دي اول مرحله نخش فيها مع وزاره التربيه والتعليم. البطوله كانت لمده يوم واحد، ان شاء الله ان شاء الله وعدتنا معالي المستشار الوزير الدكتوره منى يحيى كانت حاضره معانا يعني من اول يوم لاخره، ان شاء الله هيبقى في دوري مدارس على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها بالكامل. احنا السنه اللي فاتت كمحافظه غربيه كنا اول محافظه، وحضراتكم يعني متفضلين نشرتوا الخبر، كنا اول محافظه تعمل دوري على مستوى محافظه غربيه فقط، ولكن احنا نشدنا الوزاره بعمل دوري مدارس على مستوى جمهوريه مصر العربيه علشان حضرتك نفق المهارات اللي هنلاقيهم ونكتشف الناشئين ونعمل على تنميتهم وتقديمهم للمنتخب المصري المنافسات القاريه والعالميه ان شاء الله. مصر شهر 9 اللي فات كانت مستضيفه بطوله افريقيا وحصلنا على 25 ميداليه باقتناس حوالي 70% من الميداليات. مصر ان شاء الله في شهر 10 بتستضيف لاول مره شهر النصر من 14 ل 27 اكتوبر بطوله العالم للناشئين، وده حدث يعني لازم نشكر عليه رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الفعال الدكتور هشام الجندي، هو حاليا في شرم الشيخ بيجهز الاعدادات الاخيره لاستضافه مصر. عظيم جدا، ودي فرصه كويسه يا استاذ محمد كمان لاكتشاف مزيد من الطلبه المتفوقين في هذه اللعبه اللي بتحتاج لقدر عالي من الذكاء. شكرا جزيلا استاذ محمد خلاف، رئيس منطقه الغربيه للشطرنج.